انا بحلم وبصدق احلامي. اصدقائي في النادي الدولي مساء الخير. السلام عليكم مساء الخير. بص وش صلاح عبد الله هتلاقيه باسم على طول وضحك على طول. اوصل للسماء مش عايزه كلام، مش عايزه كلام، مش عايزه كلام. مع بدايه انشاء التلفزيون لما جه الدكتور حاتم فكر انه يعمله قبل الستينات، وهجم هجوم شديد جدا في مجلس النواب في ذاك الوقت، انت هتبوظ الناس ومش هتخلي المزارع يزرع. قال لهم هعلمه يزرع كويس ازاي، فعمل برامج زراعيه. الناس هتنسى دينها ومش هيعرف، قال له عمل لهم نور على نور باحمد فراج والشيخ الشعراوي. التعليم عمل لهم برامج تعليميه. لا، دور التلفزيون المصري لمصر وللمنطقة العربية دور أكيد فعال. ما كانش إعلان مهم، كان إعلام ميم هو المهم. أنا عندي الفاترينة، أنا اللي بقى تعالى عرض عندي، ادفع اللي أنا عايزه. هو ده كان التلفزيون المصري، هو القوى الناعمة الضاربة في المنطقة العربية. كانت أحلى فترات، فيها جودة، فيها ريادة، فيها قوة ناعمة ضاربة، فيها محافظة على اللهجة المصرية المحببة في جميع أنحاء العالم، فيها ليالي أضواء المدينة الإذاعية اللي تصور تلفزيونياً فيحضر جميع من يغني في العالم العربي لكي يشتهر من خلال قاعدة الفن العربي في ماسبيرو. كانت أيام حلوة. أنا بقول له روحي فاكر أبو سمرة، فاكر الأيام الحلوة دي؟ طبعاً ما انساهاش لأن ده جزء من عمري.